أهم حاجة في دنيتنا ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحيانا بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم. ده واجبنا مع الناس الحلوة. دايما في الناس الحلوة، اهلا بيكم. تصلب الشرايين، تصلب الشرايين دي حاجة رخمة جدا جدا، وتصلب الشرايين بتيجي في اي شريان. وعلى فكرة تصلب الشرايين ده مرض سيستماتيك. يعني ايه سيستماتيك؟ يعني اثر على كل شرايين الجسم. وفي عوامل تخلي تصلب الشرايين اكثر يعني ظهورا، او بمعنى اصح هو في سؤال كان زمان قوي لك ايه، مين اللي ممكن يجيله تصلب شرايين، مين اللي ممكن ما يجيلوش تصلب شرايين؟ لا، اللي بيجيلوش تصلب شرايين ده اللي يموت قبل ما يجيله تصلب شرايين. كل الناس هيجيلها تصلب شرايين. مين اللي يجيله؟ كل الناس يجيلها تصلب شرايين، بس في ناس اكتر من ناس. يعني مع تقدم السن يجيلك. على فكره الرجاله اكثر عرضه لتصلب الشرايين من الستات. وانتوا عارفين تصلب الشرايين ده بيعمل مشاكل في الشريان التاجي وممكن يموت، صح؟ عشان كده الست ما يجيلهاش ذبحات صدريه بشكل متكرر زي الراجل. يعني لو دخلتوا مثلا الرعايه المركزه للقلب تلاقي كلهم رجال، راجل راجل راجل، وتلاقي واحد ست قاعده في الاخر، وتلاقي ست مسترجله. تعرفين في ستات كده اللي هو ايه، اللي تعرفين اللي هو وانت بتصبح عليهم الصبح في مصلحه، في حته، في 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 في, في مكان كده، تلاقي ايه صباح الخير، تلاقي صباح الخير. مفيش، اسال مدام عفاف، اسال مدام على طول. ديت سيبها، هيجي لها تصلب شرايين وهيجي لها ذبحه صدريه. ولذلك نصيحه لكل المتجوزين، ما تتخانقش مع مراتك، اصلها محميه بهرمون الانوثه. ما تتخانقش معاها الا بعد المينوبوز، بعد سن الياس. استنى لغايه لما توصل هي لسن الياس وتخانق معاها، لان هي لو اتخانقت معاك هي فرص اصابتها بذبحه صدريه واحد على سبعه منك. يعني انت يجي لك سبع مرات ذبحه صدريه وهي يجي لها مره. بعد سن الياس متقاربين. وبرضو عندها الدهون الضاره قليله في ستات اكتر من رجاله. فاستنى لما الدهون الضاره عندها ترتفع، يجي لها تلوث كبدي ولا حاجه، الدهون الضاره ترتفع عندها، او جيب لها انت بالهرسه في الكبد، خدها في نزهه ليليه لنيليه، خدها في النيل، والنيل فيه بالهرسه، روح رش محبه. بهزر طبعا، لكن خلينا اقول لكم ان الستات محميين. كمان الناس اللي بيجي لها تصلب شرايين ومشاكل في الشريان التاجي، دول حاجه اسمها تايب اي بيرسوناليتي. دول بقى قليلين بس موجودين. تايب اي بيرسوناليتي ده الشخصيه من النوع الاول، من النوع الاي. دول دايما اللي عايزين الحاجه صح قوي، عايزين الحاجه مظبوطه قوي. انا واحد منهم. دول دايما عايزين كل حاجه معموله كما ينبغي. بس في ناس بقى بزياده، دول اللي ممكن تلاقيهم يعني زعلانين قوي. مثلا ايام ما كنا في الكليه تطلع حد يعيط وقاعد في ركن كده وعمال يخبط راسه في الحيطه وزعلان قوي وهينهار هيموت، فتساله تقول له ايه مالك، انت هتسقط ولا ايه؟ يقول لك النقطه بي في السؤال 130، نسيت اكتب الجرعه بتاعت الدواء. طبعا انت بتبقى ما حلتش غير النقطه بي في السؤال 130، فسيبه هيجي له تصلب شرايين ويجي له ناس. يعني الستات محميين، الناس الرايقة محمية، الذكاء يجيب تصلب شرايين ويجيب لك ذبحة صدرية، الغباء حلو بجد. خلي بالكم ان الحاجات دي كلها، طبعا الضغط والسكر يجيب تصلب شرايين، التوتر العصبي يجيب تصلب شرايين، زياده الوزن يجيب تصلب شرايين، نقص الغده الدرقيه يجيب تصلب شرايين. بس تصلب شرايين بقى شهير جدا الفتره دي، بس ربنا يحمينا كلنا ونفهم كويس ازاي نتعامل معه. والتدخين، اوعى تنسى التدخين بيجيب تصلب شرايين. حلوه، خليكم دايما مع ناس حلوه. بقينا نعمل عمليه الميه البيضاء في ناس لسه ما اشتكوش من الميه البيضاء، بهدف
إصلاح الإبصار. دقة الليزر لا يمكن تضاهيها دقة الـ العامل البشري. في الناس الحلوة الأداة بيعرف يحط لك أسئلة تفتح ملفات شائكة. طريقة الليزك أساسا هو باختصار بيشكل سطح القرنية. ازاي اعمل حاجة في اي مكان؟ لازم اعمل حاجة اسمها سيرش. في ناس كتير بنفضل وبنصر ان هو يتعمل الليزك بالفيمتو ليزر مش الليزك العادي. دايما الثقافة مرتبطة معايا بسؤال الناس عن نسب الامان. فلازم يبقى عارف مسبقا الخطوة اللي جاية فيها ايه وهيحس بايه. الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم. المية البيضاء موضوع مشهور جدا، حتى اسمه بدأ يبقى محفوظ بالإنجليزية عند كتير من الناس. الكاتاركت، كاتاركت مرض قديم جدا ومرض يعني حتى ذكر في القرآن. المرض دوت مرض مزعج جدا للمريض، وخصوصا مرض انسيديوس، مرض تدريجي. في الأربعينات تبص تلاقي، أو في الخمسينات أو بعد كده تلاقي المريض بدأ يلاحظ أنه مش قادر يشوف كويس. المريض في السن ده راجل كبير، ست كبيرة، صحيح متطلبات الحياة بالنسبة لهم زمان كانت قليلة، لكن دلوقتي ما بقتش قليلة. بقى في رجال أعمال، في سيدات مجتمع، في ستات عندهم مسؤولية بيت، شايلين أسرة كاملة على في زي ما بيقولوا دماغهم في العمل في الخدمة. عدم الرؤية الجيدة ده شيء مزعج جدا. بقت الحاجات اللي حوالينا محتاجة رؤية، يعني المطبخ بقى محتاج رؤية، السخان بتاع المطبخ أو الفرن بتاع المطبخ، ناس كتير عندها فرن بشكل معين لازم اتشاف أنا عامل إيه. الغاز الداخل خطر جدا، أنا مش شايف كويس، أنا مش عارف إذا كنت قافل ولا فاتح مفتاح الغاز، مش شايف كويس الموبايل، مش شايف كويس القرايه، مش شايف كويس اشارات المرور، مش شايف كويس الطريق، لان انا هسوق عشان اوصل بنتي او ابني او رايح لهم في مشوار مهم. كان زمان يمكن الاعتماد على دقه البصر ما كانتش زي دلوقتي. دلوقتي المساله ارتفعت الى درجه كبيره يجعل معها مرض الميه البيضاء مرض خطير، او بمعنى اصح لانه خطير، لانه ممكن عدم الرؤيه الجيده يؤدي الى مش، خصوصا انها تدريجيه فبيتسرق النظر، او بمعنى اصح انت ممكن ما تكونش واخد بالك ان انت اوريدي محتاج علاج. الكلام هنا هيفتح لنا مواضيع كبيره ومهمه جدا، واعتقد انه موضوع مثير للغايه ويهم ناس كتير انها تفهم ما هو او ما هي الميه البيضاء وما هي اساليب علاجها. قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات العيون، وطبعا شرح متميز للغايه، واحد من المتميزين جدا في مصر والوطن العربي في هذا المجال، وضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بك دكتور احمد. اهلا وسهلا. كالعاده بتعبك وبسهرك. لا خالص، بنسجل بالليل خالص يا جماعه، الناس الحلوه معظم بتسجل زي الاسبوع اللي فات، يبقى خلاص خلينا برضه متعودين على بالليل، خلاص تعودت خلاص. الميه البيضاء مرض بقى أكثر انتشارا ولا احتياجات البصر هي اللي بقت أكبر؟ لا حقيقة احتياجات البصرية هي أكتر، وفي بعض السادة المشاهدين بيسألوا يقولوا هي الميه البيضاء بقت منتشرة كده ليه وبقت تيجي في السن الصغير ده؟ احنا كنا بنسمع ان جدودنا هم اللي عندهم ميه بيضاء، ازاي يبقى واحد عنده حاجة 40 سنة ونفاجئه نقول له انت خلي بالك عندك ميه بيضاء؟ بينزعج جدا. لا، هو طريقة اكتشاف الميه البيضاء والتعامل معاها تطورت جدا، فبقينا نعمل عمليه الميه البيضاء في سن اصغر نتيجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه احتياجات البصريه دلوقتي بقت عاليه قوي. كان زمان ما عندناش موبايل، ما كانش عندنا انترنت، ما كانش عندنا كمبيوتر، كان التلفزيون شاشه، يعني هي شاشه لوحديها مزغلله بتاعت التلفزيون، فبالتالي انا بتفرج على التلفزيون، بنزل اسوق عربيه او بوصل لعيال مدرسه ماشي وارجع تاني، حتى في وجود ميه بيضاء مأثره على النظر بنسبه 10 20% هتعايش معاه. لغايه لما اكبر في السن واحس ان الميه البيضاء فعلا بقت مأثره
فترة ومش مش مخليني أمارس حياتي بشكل طبيعي، بلجأ بعد كده للحل الجراحي، وكان هنا وقتها حل جراحي برضو، وكان فترة النقاهة طويلة، وكانت المريض بيلبس نظارة، فكان يعني بنخلي المية بيضة لما توصل مراحل متقدمة ونعمل العملية. الوضع هنا اختلف خالص، احتياجات البصرية بتاعت المريض ما بقاش يستحمل شوية الزغللة اللي بتبقى موجودة في بدايات حتى المية البيضة، بيحس ان بالليل مش سايق كويس، بيحس ان الموبايل ساعات الكلام ممسوح في بعضه، مش بسبب نظارة قراية بس، بسبب كمان المية البيضة في بعض الاوقات. ممكن يكون جودة الصورة بنرفزها لما يبقى قاعد قدام التلفزيون او الموبايل او الكمبيوتر، بيلجأ بعد كده هو ان احنا نعمل عملية المية البيضة، خاصة كمان احنا تطورت قوي، بقينا واثقين قوي من النتائج، وبقت المية البيضة ما بقتش مية بيضة بس، هي بقت مية بيضة واصلاح ابصار. يعني كانها زي الليزك كمان، كنا بنقدر نخلي المريض يتخلص من النظارة حتى لو كان بيلبس نظارة قبل العملية. عظيم. هنبدأ الحوار بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هبدأ الأول بسؤال تاريخي شوية. عملية المياه البيضاء كانت عملية في التاريخ ليست ذات يعني زي ما بيقولوا نتائج مضمونة زمان، كانت عملية كبيرة زمان، ده كان تاريخيا. هذا الكلام أبيض أم أسود أم رمادي؟ أبيض طبعا، واحنا كنا بنخليها لما يكون المريض مش شايف، يعني بالبلدي كنا بنقول لما المياه البيضاء تستوي. تستوي يعني توصل مرحلة من التقدم، المريض يدوبك مش شايف غير حركة الإيد أو يعرف يعد الصوابع قدام عينيه، لكن مش قادر يمارس بعد كده حياته، مش شايف طريقه للحمام بوضوح. هنا نقول خلاص هنعمل العملية، عشان احنا ما كناش متأكدين من النتيجة او بتاعت العملية، وعارفين ان المريض هيلجأ للبس نظارة طبية بعد العملية، ان في غرس في العين وما شابه. الوضع دلوقتي اختلف تماما، فطبعا زمان ما كانش الواثقين بالنتيجة زي دلوقتي. ابيض. دخول الفيمتو في علاج المياه البيضاء رفع من مستويات الامان بدرجه كبيره جدا، وقفز بهذه العمليه قفز هائل. ابيض طبعا. رمادي. رمادي. لا مفاجاه. تصدق انا بسالك السؤال ومتوقع ابيض وهنا. لا 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 لا. ليه 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 ليه؟ رمادي ليه؟ لان برضه زي اي تكنولوجيا، اذا ما كنتش انا مدرك وملم بابعاد التكنولوجيا دي كويس قوي، فانا هاذي مش هفيد. فدي احنا دخلنا على حقبه جديده جدا من عمليات المياه البيضاء، اللي هي فيمتو كاتاركت. الفيمتو سكند ليزر لما بيمشي دلوقتي في المياه البيضاء ليه دور كبير جدا، بس اذا ما كنتش فاهم ان الجهاز ده بيعمل ايه، وانا بعمل بروجرامينج كويس قوي، يعني انا احيي المخرج او المعد ان هو جاب فعلا ده شغل، احنا بنعمل بروجرامينج. اذا ما كنتش انا فاهم كويس قوي، انا ببرمج العين دي هيحصل فيها ايه، اللي بتختلف من عيان لعيان تاني، اقول ده هعمل له الميه البيضاء بالطريقه الفلانيه، هفتت الميه البيضاء بالشكل الفلاني، هعمل له فتحه العدسه بحجم قد كده، هصلح استجماتيزم قد ايه، مش هصلح استجماتيزم، انا شايف ان العين ده محتاج كذا، ده مش محتاج كذا. ده قصه تانية خالص. فاذا ما كنتش فاهم القصه دي فانا باذي المريض مش بفيده. فهنا رمادي، يعني هي ممكن تكون ابيض ممكن تكون اسود. ابيض لو انا فاهم التكنولوجيا كويس قوي، متدرب عليها كويس قوي، عندي فيها خبره كويسه جدا، فاكيد انا هتبقى نتائج احسن من الميه البيضاء التقليديه. لو انا مش مدرك او مش ملم بهذه التقنيه الحديثه، فطبعا انا كده هيبقى اسود، هيبقى انا باذي المريض، فالاجابه هتكون رمادي. رمادي. السؤال اللي جاي ده سؤال فني قوي. من عوامل النجاح المهمه جدا في عمليه ازاله المياه البيضاء اختيار العدسه المناسبه التي ستزرع مكان العدسه المزاله. طبعا اكيد شكل الكلام ابيض. ابيض بفتة. الناس فاهم ان بفتة 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 طبعا يعني. تمام. ده تعبير بتاع جيلنا احنا. ابيض بفتة بفتة بفتة. جيل القديم. طيب هذا المعنى الناس وصلاه، يعني الناس فاهماه، ولا لسه شايف ان ثقافه الناس في فهمها للعدسات؟ الحمد لله الناس فاهماه، الناس بقت تفهمه وبتسال، وده كويس، لان هو ليه حق المريض ان يعرف ايه اللي هيتحط في عينيه واللي هيستخدمه كل يوم. العدسه دي هي اللي هيستخدمها كل يوم بعد العمليه، وهي اللي هيشوف بيها الدنيا، وهي اللي هيسوق بيها العربيه، وهي اللي هيقرا بيها، وهي اللي هيشوف بيها الموبايل. فبالتالي في انواع كتير من العدسات، في عدسات عاديه وعدسات، احنا كنا الاول كنا بنقول زمان عندك عدسه صلبه وعدسه لينه، الموضوع خلاص العدسات الصلبه دي فتره انتهت، ما بقيناش نستخدمها، بقينا نستخدم عدسات لينه، لان
خلاص الحمد لله على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها موضوع ان انا اعمل عمليه ميه بيضاء بطريقه الجراحه التقليديه قليله لظروف خاصه بالمريض نفسه، ان هو ممكن يكون الميه البيضاء وصلت لمرحله ما ينفعش تتعمل بالموجات فوق الصوتيه. لكن دلوقتي الغالبيه العظمى الحمد لله ماشيين بالعدسات اللينه اللي هي ما بتحتاجش غرز في العين. العدسات اللينه بقى دي دلوقتي ليها قصه ثانيه خالص، في انواع منها من ناحيه الكفاءه البصريه بتاعتها ممكن احسن جوده الرؤيه بالذات الليليه للمريض لو هو بيسوق عربيه بالليل فترات طويله، ممكن اخليه يستغنى عن نظاره المسافات واصلح اي عيوب ابصار ثانيه في العين، ممكن اخليه يستغنى عن نظاره القرايه معظم الوقت، ممكن اخليه يقعد قدام الكمبيوتر من غير نظاره، يعني القصه دي بتناقش فيها مع الجراح بتاعه عشان يحدد ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبوش، مش شرط اللي هو مريض عايزه هو اللي هيتنفذ، ممكن ما يناسبوش. يعني المريض ممكن يكون عايز نفسه في حاجه معينه، انا عايز اقلع النظاره بعد العمليه عشان مش عايز البس نظارات خالص، وده بيحصل. نقول له لا ما ينفعلكش. القرار في الاخر للجراح، بس كويس ان المريض بقى يفهم دلوقتي ويسال وهو في الاخر يدي اللي ياخد الراي من الجراح بتاعه ويمشي وراه. هناك حالات لا يصلح لها الا زراعه العدسات لتصحيح الابصار. الحل الوحيد احنا يمكن برضه بره سنه الميه البيضاء لكن جوه مشاكل الابصار بس في العدسات. ده ابيض ابيض. اه طبعا. ابيض. هو سؤالي بقى مش على ده، سؤالي لانهي درجه تقدمت زراعه العدسات الان؟ لا تقدمت تقدم كبير جدا، يعني لدرجه ان احنا بقينا نعمل عمليات. هدي مثال للساده المشاهدين، احنا في بعض الاوقات بيجي لنا ناس عايزه تقلع النظاره والناس دي بيبقى مثلا سن من ناحيه السن او من ناحيه ان في شويه بدايات ميه بيضاء خفيفه، واحد عنده حاجه و50 سنه مثلا وعنده بدايات ميه بيضاء خفيفه، وهو لو كان بيعمل كشف نظاره دوري عادي ما كناش هنجيب سيره، احنا كدكاتره احنا بنفحصه ما بنقولش ان في ميه بيضاء، يعني مش مقصره معاه في حاجه، بس هو يمكن يفاجئ الدكتور يقول له انا عايز اقلع النظاره، انا عايز اعمل ليزك. هنا نصرحه بقى نقول له معلش هنعمل لك ليزك، انت عندك بدايه ميه بيضاء، لو عملت لك ليزك والميه البيضاء دي زادت فهترجع تلبس نظاره تاني بعد كده وهتعمل عمليه ميه بيضاء، فتعالى بقى نعملها لك من دلوقتي بدري بدري كده، يبقى احنا عملنا لك نتيجه الليزك وفي نفس الوقت عملنا لك الميه البيضاء اللي هي متوقع ان هي تزيد. نزرع لك عدسه. بالظبط، فعشان العدسات تقدمت بقينا نعمل عمليه الميه البيضاء في ناس لسه ما اشتكوش من الميه البيضاء بهدف اصلاح الابصار. فالموضوع ده المعادله دي جت ازاي؟ جت من ثقه من التكنيك او العمليه نفسها، التقنيه العمليه بقت عاليه جدا وامنه جدا، والناحيه الثانيه من ناحيه العدسات اللي انا هزرعها جوه العين انا واثق ان هي هتدي جوده من الرؤيه او مستوى عالي جدا من الرؤيه هيرضي المريض ويلبي متطلباته. فطبعا هي العدسات تقدمت جدا طبعا. طب السؤال ده مهم قوي، استخدام الفيمتو كاتراكت اللي هو حاله من حالات استخدام الفيمتو ليزر صح كده في التعامل مع الميه البيضاء، يحتاج الى مهارة أكثر من الطبيب لضمان نجاح العملية، هو عايز مهارة أكثر مش جهاز أكثر مهارة ودكتور أقل خبرة. أبيض أبيض. أه مش أسود عشان الناس كتير فاهمة العكس، أو إحنا يمكن بغلط. ما أنا على فكرة قلت العكس، أنا قلت لما الفيمتو كاتركت يكون موجود جهاز، يعني الفيمتو يبقى مش لازم يكون دكتور شاطر قوي، عادي جهاز زي قشطة. لا للأسف إحنا كلنا كنا فاهمين كده. هو يا تقدر تقول ايه، تكنولوجيا تانية جديدة خالص، بنتعلم حاجة جديدة خالص فمحتاجة خبرة تانية خالص. هو في الاخر خالص ايه ده، الصورة دي جبتوها منين؟ دي صورة المؤتمر بتاعك الاخير. كان احنا عندنا ده الجمعية الرمادية، عندنا جهاز جبار، جهاز اعداد جبار بيعرف يعمل جهاز اعداد. مش انت عندكم تتبع وتعقب؟ احنا عندنا تعقب وتتبع، لما بنتصل بنعرف ان انت، فبنعرف نبدا نسيرش نعرف فين المؤتمر ده. ايه قصته بقى؟ ده المؤتمر دي انا فاكر المحاضرة دي كانت بتكلم على المية البيضاء والفيمتو ليزر في الميه البيضاء، في حالات الميه البيضاء الصعبه اللي هي المتكلسه، وايه الفوائد وايه اللي مش يعني ايه اللي هيقدر يفيدنا وايه هيقدر مش هيقدر يعمله، لان هو برضو يمكن الواحد كان متحمس قوي ان الفيمتو ليزر هيعمل كل حاجه والدنيا هيعمل شغل هايل، بس لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان هو في حاجات هيقدر يعملها وحاجات مش هيقدر يعملها. فاجابه سؤال حضرتك هنا هي ايه المحاضره دي؟ هي بيعمل الفيمتو ليزر نقله جباره في مجال طب وجراحه العيون بالذات تحديدا في الميه البيضاء، بشرط تلم تماما بالتكنولوجيا دي، غير كده فانت مش
هتبقى هتعمل مشاكل. فلازم تكون اكثر خبره مش اقل خبره. اكثر خبره علشان هي دي ابجريد. يعني الفيمتو ليزر مع الميه البيضاء ده احنا بنتكلم مثلا عمليه الميه البيضاء بموجات فوق صوتيه كده، الفيمتو ليزر مستوى اعلى. عشان اوصل للمستوى الاعلى ده انا محتاج خبره اكتر مش خبره اقل. انا لغايه دلوقتي اسئلتي طبيه الحمد لله، اسئله بسيطه الحمد لله، واضحه اسئله ما فيهاش دبلوماسيه. ما خلينا ماشي كده كويس. لا نزهق من المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال الجاي ده سؤال على فكره سمعته بودني وتكرر قدامي، يعني مرضى اللي حكوهولي. من يروج بان استخدام الموجات الصوتيه في علاج المياه البيضاء افضل من الفيمتو كاتراك؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ افضل. بص انا هجاوب اجابه دبلوماسيه شويه، هي متهم. تمام. لان هو ممكن يكون يعني زي ما قلنا قبل الفاصل، احنا قلنا عشان نشتغل فيمتو لازم اكون املك التكنولوجيا وامتلك كمان الخبره. اذا كنتش انا همتلك الخبره بتاعت الفيمتو كاتراكت، فبالتالي انا لو موجات صوتيه في ايدي انا دي نفس دي محاضره. لا 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 دي محاضره ثانيه، دي محاضره ثانيه. برضو قصه انتوا بتجيبوا حاجات غريبه. احنا لا بقول لك احنا عندنا جهاز عبقري في التتبع ده كان في الجمعيه الاوروبيه لاصلاح الابصار والمياه البيضاء. دي اعلى مستوى علمي، مستوى انترناشونال. ده مؤتمر عالمي على مستوى العالم كله. الجمعيه الاوروبيه هي جمعيه دقيقه جدا على فكره. بالظبط. وهي يعني انا شايف ان هي يمكن افضل من الجمعيه الامريكيه في حاجه، ان هو الامريكي محددهم شويه موضوع الاف دي اي، مأخرينهم كذا سنه عن اوروبا. اوروبا دلوقتي متقدمه يمكن اكتر من امريكا في طب العيون، معرفش في المجالات الطب الثانيه ايه، بسبب ان هو الاف دي اي في امريكا يمكن بتخليهم متاخرين شويه. المهم اللي هي منظمه الغذائيه والادويه الامريكيه. المهم الاجابه عن سؤال حضرتك، هو ممكن يكون انا كجراح احط نفسي مكانه، انا ما عنديش التكنولوجيا دي او مش فاهمها او مش دارسها كويس، ففي ايدي انا ممكن استخدم الموجات الصوتيه تطلع عمليه احسن من الفيمتو ليزر. بس لازم نبقى الصوره واضحه ان مش معنى كده الموجات الصوتيه هي احسن، لا، هو الفيمتو ليزر اكيد احسن، لان هو ده تكنولوجيا دقه الليزر لا يمكن تضاهيها دقه الـ 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 العامل البشري. العامل البشري عمره ما عمره هيطلع بنفس الدقه بتاعت الليزر. على سبيل المثال هنا اهوت انا بعمل فتحه عشان احط في المحفظه بتاعت العدسه عشان ازرع العدسه، لما بعملها بايدي بتطلع مش هتبقى دايره مظبوط، لكن الليزر هيطلعها لي دايره زي ما كان مرسومه بالبرجل. فبالتالي مهما كان هنا اهوت واضح قوي، مهما كان الفرق ما بين الفيمتو ليزر والميه البيضاء بالموجات فوق الصوتيه، لكن انا لو ما املكش الخبره بالفيمتو ليزر فاكيد الموجات فوق الصوتيه في ايدي انا كجراح هتبقى احسن من الفيمتو ليزر. لكن الكلام عام، لا، الفيمتو ليزر طبعا دقته اعلى ونتائجه احسن من الموجات فوق الصوتيه التقليديه. فعشان كده الاجابه هتلاقيها لا ابيض ولا اسود، لا جاني ولا خليناها متهم. هسأل سؤالين عكس بعض، سؤالين مهمين قوي. الطبيب او الشخص الذي يستخدم الفيمتو لحاله مياه بيضاء متحجره ومتقدمه، متحجره ومتقدمه وعايز يعملها بالفيمتو، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا بريء. بريء؟ ما ده كان المحاضره اللي كنت هي دي ممكنه. هي دي المحاضره اللي فاتت. لان هو مش شرط ان انا استخدم كل امكانيات الفيمتو ليزر للميه البيضاء المتكلسه، لا، ممكن اخليه يعمل لي بدل ما يعمل لي 5 خطوات او 6 خطوات من الميه البيضاء يعمل لي خطوتين اساسيتين والباقي انا اكمله، لان في خطوات حرجه جدا الليزر بيعرف يعملها احسن مني انا. فالميه البيضاء المتكلسه اوقات كتير الليزر ما بيعرفش يفتتها، يعني الفيمتو ليزر ما يعرفش يفتت الميه البيضاء المتكلسه، لكن ممكن يعمل خطوات ثانيه في العمليه فيساعدني انا، فمفيش مشكله. لا، ممكن طبعا استخدم الفيمتو ليزر في الميه البيضاء المتكلسه، بالعكس ده مطلوب. يعني باكد ده الكلام ده مطلوب، لو انا عندي التكنولوجيا الموجوده وامتلك الخبره، لا، نعمل الميه البيضاء في نعمل الفيمتو ليزر للحالات الميه البيضاء المتكلسه. هنذهب الى بقى الميه البيضاء. اكثر مرض في العيون اعتقد انه شاهد اوهام. طلع حد انا شفته وانا صغير، وانا صغير خالص، في شاب طلع قال انا بعمل قطره بتذوب الميه البيضاء. ده لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي بنسمع عن القطره دي، بس لسه اشوفها. وال
ولغايه دلوقتي اللي قال كده ما عاقبش، ما حدش عمل له حاجه. لا خلاص بقى، ما هو ربنا يسهل له بقى يعني. لا انا فاكر لغايه دلوقتي هو دلوقتي اكيد قاعد برضه معانا في وسطينا يعني. بيقول برضه لسه بيقول. طب هروح بقى للاوهام المتعلقه بهذا المرض الشهير، المرض البيضاء، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ طبعا اكيد شفت فيلم كده رضا. في مشهد اللي هو العبقري احمد حلمي عمله لما راح لدكتور العيون وقال لي انا جايب القطره من امريكا، القطره ديت عملوها في امريكا ومنعوه انها تمثل الشيخ الاسود، بص عينيا وراح عاملين عليه نصبه، وهم كانوا اثنين توأم، واحد نظر كويس وواحد نظر مش كويس، وراح قال له هنزل اجيبها لك من تحت اهو حطها قدام وعاش يعني. ده كانوا بيشتغلوا نصابين في الفيلم كده رضا. ما انا فاكر عادي عادي الجهاز اللي الجهاز ما بيقيس بيقيس انزل. من الممكن اجراء، ده سؤال فني قوي، من الممكن اجراء عمليه الفيمتو ليزك بعد الفيمتو كاتراكت؟ ده وهم ولا شك ولا يعني؟ ممكن ممكن، اصل هي الميه البيضاء دي بنشتغل على القرنيه، على الميه البيضاء ده العدسه اللي جوه العين، والفيمتو ليزك بنشتغل على القرنيه، الاثنين ممكن يعملهم بالفيمتو بتكنولوجيا الفيمتو، بس دي حاجه ودي حاجه. بالعكس ده في اجهزه دلوقتي من الفيمتو ليزر بتشتغل على الاثنين، يعني بتشتغل على القرنيه كمان في نفس، هو نفس الجهاز ممكن يشتغل كمان على الميه البيضاء، ممكن اعمل للعيان عمليه ميه بيضاء ولو انا عايز اعمله ليزك بعد العمليه اعمله ليزك بعد العمليه. بالعكس احنا كمان بنعمل تشريط قرنيه كمان بالفيمتو ليزر، تشريط قرنيه في الميه البيضاء، بعمل تشريط قرنيه بالفيمتو ليزر لاصلاح الابصار كمان. اليقين النهارده ان انت رفعت لنا مستوى الحوار العلمي جدا في الحلقتين الاخرى، اتمنى بس يبقى الكلام واضح وسهل للساده المشاهدين، بس انا خايف اكون دخلت في حتت علميه زياده عن اللزوم. في حتت علميه زياده عن اللزوم بندخلها بتوضيح، يعني الناس ما فيش شك اللي رايح يعمل عمليه في عينه او اللي مهتم انه يهتم بعينه ده بيدور في تفاصيل التفاصيل، ده ناقص يذاكر. والله يا دكتور ايمن هو ما فيش حد بيعرف يطلع مني الكلام ده غيرك انت. انا بسعد، وانا زي ما اقول دايما في الدكتور وناس الحلوه كان في اضافات كتيره وكبيره جدا، لكن في على مستوى العلمي الكل اضافات، على مستوى الكاريزما والشرح الاضافات انت واحد من الاضافات الاساسيه في هذا المجال، الاضافات الشرحيه المهمه جدا. انا يهمني كشارح هذا المعنى مهم قوي، العلم ناس كتير عندها علم لكن مش ناس كتير تقدر توصل هذا العلم للجمهور، اللي كان الطلبه يعني الطلبه نفسهم قليلين، وانت حتى المستوى الاكاديمي في عين شمس كانت الناس تحب تحضر محاضراتك، انا من الجيل اللي كنت احب احضر محاضراتك، انا بكبرك ما كبرنيش. فرق بسيط يا دكتور ايمن. عامه انا بنتهز الفرصه وبشكر، طبعا بشكرك تحديدا وبشكر البرنامج، ان هو من يعني انا بحب اقعد في برنامج الناس الحلوه تحديدا، والدكتور طبعا، بس الناس الحلوه ليه طعم خاص في موضوع ان الاسئله مباشره ومحدده، وفريق الاعداد في البرنامج يعني قاري ومتابع ومذاكر كويس قوي عشان يجمع هذه الاسئله طبعا بمساعده حضرتك ويطلع الاسئله، فالكلام ما بيطلعش الا فعلا في الناس الحلوه. لانه كمان احنا في الناس الحلوه الاعداد بيعرف يحط لك اسئله تفتح ملفات شائكه. للاسف. والملفات اللي انت بعد كده بتقعد تقول ليه خليتني كل ربنا يستر. الله يخليك بوجود. نورت وتعبناك معانا النهارده حوار كبير. طبعا مع الكاميرا الكبير استاذ الدكتور احمد العسل. خليكم دايما مع الناس الحلوه. هو مش عار ولا هو مس شيطاني ولا هو مس من الجن، هي حاجة مرض وله أسباب علمية والعلم وصل لأسبابه وبنتكلم في علاجه. ما ينفعش مريض الصرع يشتغل تحت إضاءة زي دي. لا ما ينفعش. لا الإضاءة العالية جدا بتثير جزء من الخلف من المخ ويبدأ يطلع كهرباء زيادة. فلو حصل إصابة في الرقبة ممكن تاخد إيديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدأ يجي لهم في اللحظة دي في لحظة الحادثة دي شلل لا قدر الله، ممكن يرجعوا تاني يمشوا؟ بشرط إن ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهاردة تعمل أربع غضاريف في ساعة ونص، يتبنج في نص ساعة والعملية ساعة ونص وبيخرج بعد ساعتين.
الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. مرض من أشهر الأمراض عبر التاريخ، والحقيقة مرض من الأمراض المثيرة، والحقيقة إثارته كمان خليته بؤرة اهتمام لصناع السينما. أكتر مرض حطوه في أفلام ووصفوه توصيف درامي عنيف جدا 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 في هذه الأفلام، حدش ينسى أبدا الإخوة كروموزوف الرائعة المشهورة، وأيضا الإخوة الأعداء اللي اتمثلت بعد كده، ودور محي إسماعيل هذا الممثل العبقري اللي قدم هذا المرض اللي هو اكيد انتوا عرفتوه، الصرع، بافضل صوره ممكنه. استاذ محمد صبحي ممثل الرائع الكبير قدم برضه دور الانسان الصريع اللي عنده صرع، فيلم اخر اسمه الجريح. الصرع ظل عبر العصور مرض له جوانب مظلمه خاصه بيه. اولا كان في التراث الديني مرض مهم جدا جدا جدا، وله حديث خاص بيه، حديث ديني خاص بيه. مرض الصرع مرض اجتماعيا الناس بتخاف منه، وبترى مرض محرج، مرض يدعو للخجل. طبعا ده اعتقاد خاطئ تماما، لكن مش هنقدر نغير مفهوم الناس. اي عيل عندها مريض عنده صرع ممكن جدا تخبي. الكارثه في انه صرع مرض ذو الف وجه، نعرف احنا منه وجه واحد، الوجه المشهور، وجه التشنجات الواضحه جدا، لكن ما نعرفش انه له اوجه عديده وكثيره، منها اوجه غامضه تصنف على انها مس شيطاني، سرحان، واصل، متصل، سرح، راح، غرب، وصل دلوقتي بالجن اللي بينه وبينه صله، وما بيعرفوش ان المساله ليها طب. الصرع اعطى فرصه للدجالين والمشعوذين والناس اللي مبهدله الشاشات على مستوى الوطن العربي انهم يشتغلوا شغل الافاقين ده وياكلوا من وراه عيش حرام، لكن النهارده هنضع نقاط مهمه جدا فوق حروف هذا المرض الغامض، زي ما انا قلت لكم مرض الالف وجه. مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذنا، وطبعا صاحب اليد الماهرة والتواجد العلمي الرائع والأسلوب المتميز، وفخر وجوده معنا أستاذنا الأستاذ دكتور محمد صديق هويدي. أهلا بك أستاذنا. ربنا يخليك. لماذا اخترت موضوع الصرع اليوم لكي تطرحه؟ يعني هل يعني الصرع كالعادة احنا يعني نرى مرض معلوم الناس عارفة عنه حاجات كتير، لكن مش معنى النهاردة قررت لا أنا هتكلم عنه النهاردة. هو الحقيقه انا قررت ان احنا نتكلم على الصرع النهارده لان كتير جدا من الاطباء ما بيتكلموش على الصرع او بيتجنب او بيتحاشى الكلام عن الصرع، لان الصرع ساعات يعني انت ممكن ما تقدرش تواجه مريض لو عنده صرع انك تقول عندك صرع، لا ده احنا بنخترق ساعات حاجات يعني حتى في المواجهه الحقيقيه، ده شويه كهرباء، ده زياده في التصرفات، ده فرط حركه، ساعات كتيره جدا بتحاول تغير المسمى، لان المسمى ساعات بيعمل حاجز نفسي بينك وبين المريض مجرد ما يعرف ان هي الحدوته كده. الحاجه الثانيه ان لما بتيجي تتكلم على الصرع وبتتكلم على علاجات الصرع وتدخلاته في حياتنا، طب البنوته الصغيره اللي بيجي لها نوبات تشنجات، طب ما تكبر هتتجوز ازاي؟ طب بنخبي الموضوع وبنعرف الناس ان عمرها ما جات لنا وتجينا اول مره بعد الجواز. طيب لو واحده اتجوزت وكان بيجي لها صرع قبل كده هتحمل ولا مش هتحمل؟ والعلاج بتاعها هتاخده ايه؟ السمعه السيئه بتاعت هذا المرض موجوده، يعني الناس كانت دايما بتعتبر ان ده نوع من الجنان او نوع من الهروب العقلي او التصرفات الشاذه، وناس كانت بتتعاقب لدرجه ان في وقت من الاوقات كان المصروع في القرون الوسطى بيولعوا فيه بيحرقوه، هو ممسوس من الجن، ما هو كان جن، هو ده كان بقى بيت الجن، بيت العفريت او بيت الشيطان زي ما كانوا بيسموه، ياخدوه يولعوا فيه، يقول لك احنا كده بنتعبد الى الله ان احنا بنموته. طب النهارده بيحصل نفس القصه، ان ساعات ويجز اللي هو موسم كانوا بيسموه موسم الساحرات ويروحوا لمنهم بالظبط بالظبط، وبير عارف بير حاجه كده كان مكان في امريكا مشهور قوي. ده هي موضوع كبير جدا، يعني هو على مستوى العالم موضوع الصرع موضوع مهم جدا. طب هنسميه صرع، هنسميه كهرباء في المخ، هو احنا بنتفق على حاجه.
بنتفق على ان في تغير في هيئة الانسان للحظة معينة او للحظات بيتغير فيها شكله وهيئته او سلوكه. اكبر حضرتك هو ده التعريف اللي احنا بنتكلم فيه في الصرع. والصرع دايما هو تغير في الوظيفة وليس تغير في التركيب. يعني لما نيجي نتكلم مثلا مريض جلطة المخ، جات له جلطة وقفت ايده وقفت رجله، عنده شل، انت عارف بتشاور عليه بتقول ده جلطة او نزيف. لكن مريض الصرع هو انسان طبيعي جدا بيعيش معاك وفي وسطك وبيتحرك بشكل طبيعي جدا، واذ فجأة تتغير هيئته يتغير شكله يروح منك. الحقيقة برضو من العوامل اللي خلتني افكر ان انا اتكلم في الكلام ده، الاطفال بيصابوا بهذا المرض بنسبة كبيرة جدا واحنا مش عارفين نتعامل معاهم او مش عارفين نشخصهم على مستوى المدرسة والكلاس والفسحة وسواء الباص، محدش عارف الولد ده كان ايه حكايته. نوبات من الصرع انواع واشكال زي ما حضرتك بتقول له 1000 وجه، له حقيقة اكتر من 1000 وجه وبيجي باشكال كتيرة جدا. العيل اللي بيسرح ويتوه مننا كده فجأة وتلاقي فاق على ألم، اصحى انت نايم، انت مش فاهم، انت مش عارف ايه، الولد او البنت اللي تبقى ماشيه في ايد باباها ومامتها وفجاه وقعت كعبدت في الارض ورجعت وقفت التاني، هو حصل ايه؟ واخد بالك؟ حابه نقول ده العيال بتتدلع، حابه ده بيستهبلوا. البيبي الصغير اللي ممكن يزرق او يتخنق او يروح بسبب نوبه، الست الحامل وفي بطنها جنين او طفل وهي جات لها اتاك ونوبه وبتطول واحنا قاعدين بقى لسه بقى بندور بقى على البخور وعلى المشايخ وعلى البصل اللي هتفوقها ويروح مننا جنين او يصاب اصابه تؤدي بالعاهه طول عمره. ده حضرتك الخوف ان ده بقى هل ده بيجي في العائلات وراثه ولا ما بيجيش وراثه؟ واخد بال حضرتك؟ المشاكل بقى بتاعته كتيره جدا، يعني هنتكلم في ده كله النهارده ان شاء الله. اليوم يوم طويل للغايه، لكن اقول جمله الاولى كده اللي طلبه الطب هيفهموها كويس جدا. Every convulsions consider as epilepsy but not every epilepsy is convulsions. اقولها بالعربي، كل تشنج هو في الطب يعد صرع، اي حد هيتشنج هو صرع، لكن مش كل صرع فيه تشنج. طب هنفهم اكتر لما ندخل في حوارنا، وهنبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاول سؤال هام جدا، لان السؤال يعني بيختزل فكره الصرع او بيبين ويلقي الضوء على فكره ان الصرع مرض يخجل منه الرجل والمراه، تخجل منه العائله. فهسال حضرتك، الصرع علميا ليس إعاقة عقلية ولكن وليس أيضا مرض نفسي ولكنه مرض عضوي، أبيض أسود أم رمادي؟ لا أبيض. أبيض هو إحنا اتفقنا على تعريف الصراحة، هو تغيير حالة الإنسان للحظات معينة، سواء يصاحبها بقى غياب عن الوعي أو يبقى الوعي كامل معاه. هي لحظة تحصل فيها تغير، والتغيرات ده هنقولها دلوقتي أنواعها يعني. بس ما نقدرش نقول ان ده مرض وصمة عار، ولا نقدر نقول ان هو نوع من التخلف العقلي، لان كان في عظماء على مستوى العالم كلهم. يعني لو نعرف ان نابليون بونابرت كان مريض بالصرع، طب ألفريد نوبل اللي هو بتاع جائزة نوبل كان مريض بالصرع، اكبر فنان فان جوخ ده كان مريض عنده صرع. يعني هو مش اعاقة ذهنية، الناس دول يعني عملوا حاجات كتيرة جدا في العالم تذكر لهم، وكانوا مرضى صرع. فهي القصة هو مش عار، ولا هو مس شيطاني، ولا هو مس من الجن، هي حاجة مرض وله أسباب علمية، والعلم وصل لأسبابه وبنتكلم في علاجه. يعني يمكن العلم قدر يشخص المرض النهاردة، وعندنا طرق كتير جدا للتشخيص. يمكن في بعض الحالات ما عرفناش نوصل لعلاج كامل لها، وفطورنا ان احنا نوصل، يعني نقدر نقول في 70-80% من هؤلاء المرضى بيتعالجوا صح وبيخفوا بينتهي مده علاجهم، وفي لسه 30% اللي لهم بعض المشاكل وبتتحل بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. هناك نوع من الصرع يحدث بسبب خلل او مشكله في المخ، مشكله عضويه، ابيض اسود؟ ابيض. هو كل انواع الصرع بتحدث نتيجه لخلل عضوي يؤدي الى خلل وظيفي. خلل عضو زي ايه؟ يعني احنا مثلا من الناس اللي ممكن يجي لهم الصرع هم الاطفال وحديث الولاده. الطفل وحديث الولاده يجي له نوبات صرعيه، بيجي لهم بيتشنجوا، ومعانا فيديوهات هتبين بعد كده الصرع في الاطفال. بس هي القضيه ان انا عندي الخليه العصبيه، هي خليه بتطلع كهرباء بطبيعتها، ساعات الكهرباء تتلخبط،
يعني احنا معانا في الفيديو ده في اجزاء في المخ كده بتطلع كهرباء، دي طبيعه المخ ان في كهرباء. ساعات الكهرباء ما تبقاش مظبوطه، يبدا بقى ايه تسرح من مكان الى مكان. في نوبات بنسميها نوبات صغرى او نوبات بسيطه، وفي نوبات بنسميها نوبات كبرى ميجور سيزر، في نوبات بنسميها نوبات موضعيه او بؤريه او فوكل، وفي حاجات بتبقى جنرالايز واخده الجسم كله. يعني ممكن واحد يجي له رعشه بس في صبعه او في ايديه او في زاويه بقه او عينيه ويرعش ويرمش وحركه الحواجب والكلام ده كله، هو فايق بس في حركه لا اراديه هو مش قادر يتحكم فيها، ده بنسميها فوكل بارشال سيجر. وفي بقى جنرالايز اللي هي بقى الفوكل دي كبرت وبدا بقى وترعش وترمى، هي بدات فوكل وكملت لحاجة تانية بنسميها جنرالايزد. القضية كلها ان في عندي اماكن لتوليد الكهرباء في المخ اساسها الفص الصدري بتاعنا اللي هو في الجوانب هنا. يا اما تفضل الكهرباء في الحتة دي، يا اما تبدأ تنتشر في اماكن تانية في المخ. ساعات المخ كله يضرب كهرباء ببعضه. ودي دينا بقى النوع التاني اللي هو جنرالايزد سيجرز. اهم نوع في الجنرالايزد سيجرز دي او النوبات العامة اللي هي بنسميها الابسنس سيجر، اللي هي الغياب او السرحان او التوهان. ديت من نوع الكهرباء العامة في المخ. هي بتغير من حاله المريض بتاعنا، تلاقي الواحد بيعمل حاجه كده وفجاه فصل كانك شديت الفيشه، بعد شويه يبدا يكمل. حقيقي بقى عامل زي الروبوت، كان انا مشيت زي الروبوت لما يمشي كده بعيد عن الفيشه بتاعته، لو واصل بفيشه يقوم الفيشه تفصل يقوم يقف. انت مجرد ما وصلت الكهرباء رجعت الفيشه تاني يبدا يتحرك. معانا فيديو هيبين الكلام ده ونشوفه، لان انا حبيت النهارده نخلي الموضوع بس عملي. فيديوهات نشوف بقى، لازم لازم نشوف وفيديوهات حقيقيه للناس حقيقيين. يعني ده طفل وهو كان مشكوك في امره انه عنده نوبات تشنجات ولا لا، فراح العياده عند الدكتور والدكتور بيعمل له اختبار صغير جدا يخلي الطفل ينهج او ينفخ كتير، كل ما بينهج بيعمل كربون دايكسيد وش يطلع ثاني اكسيد الكربون فيغير الحموضه بتاع الدم. ودي من الحاجات اللي ممكن تدخلني في نوبه. شايف لحد دلوقتي هو بينفخ عادي جدا وشكله بينفخ ومستمتع بالنفخه اهو وبيضحك، هي لعبه مش كده؟ نبدا بقى بعد كده تلاقي فجاه هو بيتحول مبسوط جدا والدكتور قاعد بيلعبه والدنيا بسيطه جدا، لكن بتظهر بقى بعد شويه عليه اعراض ان بدا خلاص كده دخلنا في النوبه، بدانا نتنح خالص مش حاسين بحاجه، مصمص وشفايفه يبلع في ريقه يحرك في ايديه او في رجليه ويرجع تاني الكهرباء راجع تاني نورمال وابتسم وضحك. بس هو فصل ثواني، هو فصل ثواني، ما هي ثواني دي ممكن ورجع تاني فصل تاني راجع دخل في نوبه تانيه. هو كده بيتشخص ورجع تاني النوبه تمتد من خمسه. هو ما بيحسش على فكره، هو ما بيحسش وما بيعرفهاش ما بيفتكرهاش. عشان كده دي صعوبه التشخيص بتاعها، ان احنا لازم ناخد الهيستوري كويس جدا او تاريخ المرض كويس جدا. الحاجات اللي بتزودها كتير جدا اللي هي النهجان، العيال اللي بتلاقي العيال بيجري كتير بيطلع سلالم بينزل سلالم وبيتنطط مش عارف ايه، بينهج جامد يبدا يدخل في النوبات دي. دي بنسميها نوبات صغرى او غياب انسحاب، يعني فجاه كده فصل منك. ودي المدرسين بيشتكوا منها، يقول لك العيل كان بيبقى قاعد وتنح فجاه ومش مركز معانا، واخد بال حضرتك؟ طيب النوبه دي ممكن تيجي قد ايه؟ ده ممكن تيجي 200 300 مره في اليوم. حاجه مهمه جدا السؤال القادم ده، بعض الحوادث والتشوهات الدماغيه والارتفاع الشديد لدرجه الحراره يسبب صرع لبعض الناس، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا ابيض طبعا. يعني هو النقطه مهمه جدا، يعني احنا عندنا نوع من الصرع اسمه التشنجات الحراريه. وده نوع انا احب اركز عليه جدا لان هو بيحصل في الاطفال الصغيرين لحد سن 5 سنين او بعد 5 سنين ممكن يحصل. الطفل جات له دور سخونيه بدا يدخل في نوبه من التشنج، بنقول لو جات له مره او مرتين ما عندناش مشكله. يعني شوف الفيديو ده بيبين لك بقى طفل صغير بيبي، في حد كان مره بيسال بيقول هو في طفل صغير بيبي عنده شهر وشهرين يجي له تشنجات؟ بيجي لهم، وهنشوف ادي نوع من انواع التشنجات. الطفل اهو بيبدا يخشب كده، مامته حاطاه قدامها بتلغيه عايزه تعدله، هتشوف بقى النوبه بقى لما نبدا نقلبه على ظهره وتشوف المنظر بتاعه ايه. هو لحد دلوقتي كان في القوره بتاعته بدات حركات وفي صوت، يبدا الصوت بقى زي العياط. يعني في ناس بتجي لهم بصوت عالي بيصرخ او بيعيط. في ناس كده يبدا يحس ان هو ايه يعمل صوت كده ببقه يقول لك بس ده النوبه هتجيله. يعني في ناس بتعرفها بكده. استاذ محمد صبحي قال حلو قوي في فيلم اسمه الجريح. شوف بقى حضرتك في الطفل ده، خلاص هو دلوقتي داخل بقى في الاتاك، بدا يتهين وبدا هو شكله يتغير، هنشوف. وبعد كده لما تيجي مامته بقى، هي من ضمن الحاجات اللي بنقولها في الاطفال نيمه على بطنه. ودي حاجه صحيه،
عارف ليه؟ لان كتير جدا منهم بقى مشكلتهم بيحصل لما تيجي النوبه زي ما هي في الولد ده دلوقتي، النوبه لما تبقى موجوده انت ما تقدرش تعدل راسه، شوف راسه بص على عينيه هتلاقي العينين متجهه اتجاه معين بالجنب كده ما بتتعدلش. ها بتنبهه ما بيتنبهش، فجاه لحد ما تفك الموضوع تلاقي راسه اتحركت بشكل طبيعي جدا. الطفل لما بيجي على وشه الافرازات بتاعته ما تخنقوش، هو دلوقتي في النوبه. يعني هو دلوقتي في النوبه واخد بال حضرتك، الافرازات بتخنق. بص تشان بدأت تتحرك كمان اهي بتنتهي النوبه بقى مع صرخه برضو مع صرخه كمان والعياط تبدا النوبه تنتهي. الحقيقه انا بقول الكلام ده مهم جدا لان في اطفال كتير جدا ممكن تروح في نوبه تشنج والام مش واخده بالها او بتشيلها بقى وهي بترضع تجي العيل يتخنق يزرق ياخد المنظر ده طبيعي جدا ممكن يتخنق ويحصل نقص اكسجين. من الحاجات اللي بتجيب النوبات اثناء الولاده الولاده لما بتطول او بيحصل نقص اكسجين في المخ ده اهم سبب في الاطفال واللي انا بقول يا ناس ناخد بالنا منه. ما الولاده ما تطولش، هنعمل قيصريه نعمل قيصريه لكن نطول الولاده لا، ده على حساب نقص اكسجين في المخ. الطفل اللي بيتشد وبينزل بجفت او بيتشد بالشفاط او بتديه العيل يشيله او بنوته صغيره تشيله ويقع منها اصابات الراس خبطات الراس واخد بال حضرتك. الايام دي لما ظهرت حكايه البرد والانفلونزا ونوبات سخونيه وتلاقي الاطفال يجي لها تشنج بعد كده يروحوا مستشفى الحميات يلاقوا ده التهاب حقيقي وده كان كتير قوي في الفترات اللي فاتت. التهاب السحائي ودينا مضادات الحيويه وعالجنا والكلام ده كله بيسيب بؤره في المخ. بدات خلاص بقى يبقى ده جزء بقى عضوي تلفان في المخ هيجيب الكهرباء باستمرار. منينجوك فلايس بقى. لازم ناخد بالنا بقى. يعني الحاجات دي كلها كاسباب لازم ناخد بالنا منها. في اطفال بتبقى عندهم اسباب بسيطه جدا، يعني طفل مثلا ما بياخدش لبن كفايه من امه او امه عندها نقص كالسيوم، الطفل عنده نقص كالسيوم، نقص الكالسيوم يجيب تشنجات. ودي من الاختبارات اللي بنعملها لحديث الولاده، لازم نشوف الكالسيوم ونشوف المغنيسيوم ونشوف البوتاسيوم بتاعه نعرف دوله. حاجه ثانيه السكر في الدم، النقص السكر في الدم ممكن يجيب تشنجات في الكبار وفي الصغيرين. يعني الهايبوجلايسيميا من الاعراض بتاعه واحد يجي له نقص في السكر في الدم ان ممكن يدخل في نوبات صراعيه ونوبات تشنجات. يبقى لازم اعالجه بايه؟ ما اجريش ادي بقى مخدر ومهدئ لا ده انت لو علقت له 200 سم جلوكوز 5% ولا 10% هتتحل مشكلته. التاريخ المرضي من اهم وافضل الطرق التشخيصيه لمرض الصرع لدى المرضى. ابيض اسود طبعا ابيض طبعا عمر الهيستوري لان وفي الصرع بالذات اصل انت مش ممكن تكون بتشوف النوبه قدامك. يعني ساعات كتيره جدا بيجي لك واحد ماشي على رجله كويس كل اللي انت بتطلع منه تشخيص المرض الكلام اللي بيتقال لك ده هو الولد كان ودخل الحمام وفجاه ما سمعت صوته وفجاه دخلت لقيته واقع او مرمي في البانيو او على الارض بكلمه كان تايه صح. الكلام ده مهم لازم نسمعه ونسال عليه لان ساعات كتيره جدا ما بيلفتش نظر الاهل. طب هو بيتوه تركيزه قليل الذاكره والنسيان الحفظ بتاع العيل كويس ولا لا في شكوى منه في المدرسه بيحب يقعد قدام التلفزيون ازاي. يعني الحاجات دي كلها بتفرق لان العيال بيبقى عندهم كهرباء في المخ دول تحس ان الاجهزه الكهربائيه بتشدهم حقيقي. يعني بيحب يبقى قاعد كتير جدا جنب التلفزيون يبقى قاعد منتبه. يعني دول اشوف انا بقول لك اطفال صغيرين جدا ودي بتبقى مشكله. دي طفله عندها حل تايهه مش مركزه خالص هي مفتحه عينيها وحواليه وبيكلموها علشان تتحرك لا ما هو بيبان كانها بنت سرحانه وعندها عبقريه زايده. ما هو سرحان هو بيبقى بص اهو سرح بيبقى التاكس كده اللي هي الابسنس السرحان والتوهان وعدم الادراك هو رجع ابتسم تاني بعد ما تخلص تخلص النوبه يبدا يفك تاني مننا ده الصوت بتاعه. يعني نشوف بيلعب لا ثانية واحدة ثانية واحدة شوف بص بيكلموها واخوه بيلعب معاه وعايز يجيب له كتكوت كده يلعب بيه وما بيلعبش بيه هو فاصل خالص وفي الاخر خلاص بيطبطب عليه مامته بتقول له خبط عليه كده شوف هيرد عليك ولا لا يعني الطبيعي هو الولد ده مشاغب يعني الولد ده برضه نفس الكلام هي القصص كده يعني هي القصص كده الحقيقه والموضوع ده مهم جدا ممكن تتكرر الحاله دي 100 مره في اليوم ده ممكن تتكرر في الساعه الواحده اكتر من 30 40 مره يبقى ممكن على مدار مثلا ده لو في في في, في نازل من اتوبيس بتاع المدرسه الباص من مش عارف ايه بيعوم اكبر خطوره هي السباحه وحمام السباحه والحمام والبانيو
طبعا يعني انت عارف كتير جدا في امهات تسيب الولد في البانيو يبلبط كده مع نفسه او البنوته تبلبط مع نفسها هيجي له الاتاك هي ده اللي بيغرق في شبر ميه هو شبر الميه نزل ببوزه في خلاص الموضوع وحمام السباحه هيغرق حتى لو بيتعلق حتى لو بيعرف يعوم اصل هو وقتها جسمه وقف عضلاته وقفت فبيبقى زي كتله الطوب بيغرق بيسقط وبعدين انت عارف النوبه ممكن توصل يعني لحد 3 دقائق يعني بتبقى من 5 ثواني المتعارف عليها من 5 ثواني لحد 30 ثانيه ده في البدايه ده ممكن لما مع تكرارها توصل لحد 3 دقائق واخد بالك وبيدخل في حاجه زي بنسميها ريسبيراتور اريست بقى النفس كمان يقف ويبدا يزرق هنذهب الى منطقه مهمه جدا المتهم والجاني والبريء جاني متهم ام بريء المنطقة الثانية منطقة المتهم والجاني والبريء الطبيب الذي يشخص أعراض تحدث بصورة مؤقتة للمريض على أنها حالة نفسية ولا ينظر لأسباب أخرى ولا يقوم بفحوصات ده متهم ولا جاني ولا بريء ده جاني أكيد جاني أكيد ده جاني وحش هو يعني احنا بنقول دايما أجمل حاجة في علاج الصرع مع إنه يعني إحنا مش بنقول الصرع في حاجة حلوة بس يعني أحسن حاجة فيه إنك تشخصه بدري عشان تعرف تعالجه بدري. ليه؟ لأنه بيعمل مشاكل كتيرة جدا يعني أنت عارف برضو الفيديو ده أطفال شباب أهو في مدرسة سن ال 14 15 وعلى مسرح المدرسة بيمثلوا مسرحية أنا عايز من بدري كده نبدأ نفكر مين فيهم اللي تعبان؟ مين فيهم اللي عنده مشكلة؟ بص كده يا دكتور ايمن معايا مين فيهم اللي عنده مشكله هو انا مش شايف مننا الصوره قوي بس غالبا الاكثر ذكاء يعني مين فيهم اللي هو اللي ابو شعر الولد ابو شعر شوف ابو شعر ناعم ده شوف البنت فين دلوقتي شوف البنوته الجميله ام شعر اسودين فين هم بيكلموها هي فصلت خالص هي فصلت شوف البنت هنشوفها بقت عامله زي التمثال هم بيمثلوا ودي لقطه حقيقيه مش تمثيل يعني هم بيصوروا وجدوا ان البنت راحت منهم خالص فبداوا يدوروا هي فين هي واقفه متخشب بدات تصحى تاني وتفوق حقيقيا وبتكمل هي ما تعرفش ايه اللي حصل لها ضربة يفتكروها يعني انها بتسرحت منه بالظبط يعني انت عارف بيسموهم دول ايه؟ بيسموهم دي دريمرز اللي هم الحالمين بالنهار بقى يعني هو كانه بيحلم دخل في حلم وهو واقف هذهب الى المنطقة الثالثة المهمة جدا لانها مليئة بالاسئلة ما بين الوهم والشك واليقين وهم شك ام يقين المياه الساخنة تعلق درجات حرارة الشمس العالية التدخين أيضا الإرهاق الشديد والجهد الكبير من عوامل المهمة التي قد تؤتي نوبة صرعية ده وهم ده يقين ده يقين وده دايما بننبهه طيب هنقول حاجات تانية القعدة كتير قدام التلفزيون القعدة قدام الكمبيوتر استخدام الموبايل والمحمول القعدة قدام تلفزيون في اوضه ضلمه دي اكتر الاشياء او على مسافه قريبه قصيره هي يشتغل الموضوع ويتعرض للضوء ده طبعا الاضاءه دي ما ينفعش مريض الصرع يشتغل تحت اضاءه زي دي لا ما ينفعش لا الاضاءه العاليه جدا بتثير جزء من الخلف من المخ ويبدا يطلع كهرباء زياده تبدا تفجر المخ بقى تبدا الكهرباء هي بتبدا بنقطه ثم تنتشر بيجي لهم اتاكس كتيره في النايت كلابس في الملاهي الليليه طيب ومن ضمن الحاجات برضه عشان الليزر والحاجات دي بتسأل من ضمن الحاجات اللي انا بنبه عليها بقى اللي زي ما بنقول التدخين من الحاجات السيئه جدا وخاصه في السيدات الحقيقه الكحوليات والالكحولز والبيره والحاجات دي كلها من الحاجات المحظوره لانها بتجيب النوبه وخصوصا ان في اماكن كارثيه بتجمع في المكان نفسه ما بين البيره وما بين التدخين يعني تلاقي بيحطوا الخمور ودي كارثه يحطوا جنبها شيشه دي كارثتين وكمان صوت عالي بتاع صوت عالي واضاءه الميكروفون والدي جي اولا تعرف ان المكان ده اولا انا مش عارف فين تشريع ممكن يسمح بان الكحول والدخان يتحطوا في مكان واحد ده تهريج ما بعده تهريج ولازم الدوله تقف قدام هذه الاماكن اللي تعتبر بؤر خايبه في حاجات كتيره طب النهارده يعني انتشار المخدرات والادويه والبرشام المخدر والترامادولات والحاجات دي كلها ما هي الحاجات دي بتجيب نوبات صرعيه واخد بال حضرتك فدايما بنقول لا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا في نقطه مهمه قوي يعني احب اقول يعني في حاجات احنا عارفين انها جميله قوي بس بتجيب نوبات صرعيه بتنشطها زي الشوكولاتات اللي فيها الكاكاو يعني الكاكاو ده فيه ماده السايبرومين والسايبرومين ده بالظبط زيه زي الكافيين
طب الحبيبه بقى اللي قاعدين بيشربوا نسكافيه في اليوم 25 مره، ها النسكافيه ما بيخلصش ده، وواحد يهادي واحده بشوكولاتايه قد كده هون وبتاكلها، تضرب الشوكولاتايه بان هي تدخل في نوبات في اتاكس. طب ما احنا بنمنع ده يعني، انت ده هتشيل الكارثه. ما هو هتجي لك اتاك هتروح خبطات بنيه، خبطه الصرع، مريض الصرع على فكره بيكون عنيف. وايلنت جدا تيجي تمنعه ممكن. انت تعرف ان احنا فجأة. ان احنا بيجي لنا الناس دراعهم مكسور ودراعهم مخلوع ورقبتهم مكسوره وجاي طبعا جزء كبير جدا من اللي احنا بنشتغله بقى في العمود الفقري بيبقوا ضحايا نوبات تشنجات او صرع. انا مبسوط قوي بهذه الحلقه، وستظل حلقه تاريخيه، واتمنى ان احنا نستعرض من وقت للتاني الامراض ما حدش بيتكلم فيها رغم انتشارها الكبير جدا جدا. فانا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني كالعاده ابدعت واوسع يعني. انا شرحت الصرع في الكليه اللي استفدت جدا من شرحك النهارده. انا عايز بس اضيف جمله صغيره، ان الصرع بنقول ان هو في غالبيته بيعالج علاجيا الا في بعض الانواع اللي بيحتاج تدخل جراحي. يعني لو احنا بنعمل اشعه رنين مغناطيسي ولقينا كيس ميه او لقينا تشوهات او لقينا ورم، ده مجرد ما عملت له العمليه خلصت القصه، انت ازلت السبب او المسبب اللي ادى الى تشنجات. فبالتالي احنا عارفين في نوع كمان بتاع الفص الصدري ده بنسميه ساعات كده تمبرال سكليروز او ميديال سكليروز، اللي هو تصلب في الجزء بتاع الهيبوكامبس والانكس اللي جوه في الفص الصدري ده، بيتليف، يحصل تليف في المخ. ده في عمليات بنعملها ان احنا نشيل الجزء ده لو هي على قد الجزء ده، وبنتاكد بده برسومات المخ والرنين المغناطيسي. فبالتالي احنا عندنا وسائل كتيره متعدده، منها العلاجيه ودي بنسبه اكتر من 95%، ومنها التدخلات الجراحيه ودي بتنتقل من 1 الى 2%. الحقيقه لو انتوا عايزين تتخيلوا الصوره الاساسيه لمريض صرع فص الصدري قريب جدا من اللي عمله الاستاذ خالد الصاوي في فيلم الفيل الازرق. صحيح ان فيلم الفيل الازرق مكتوب على قصه يعني فيها الجن والعفاريت والحاجات الجميله دي. ودي انا على فكره ناس كتير غلابه في برامج كتيره قوي اتفسرت حالتهم بانهم عندهم مس جني وعفاريت والى اخره، ويعني القصه دي خدت وقت، وكانت كنا احنا زي ما بيقولوا نسخة العالم، العالم كله كان بيقول مصر في 2016 و2017 بتتكلم عن حالات صرع واضحة أو حالات هستيريا واضحة، لأن في حاجة اسمها هستيريكال إبليبس، الناس اللي بتدعي الصرع، بتدعي الحالات دي. بيتكلموا رغم إنها حالة أي دكتور معدي في الشارع هيعرفها، لكنه بيتكلموا عن الجن والعفاريت والكلام ده كله. الحمد لله الأيام دي لحد ما قلت شوية، لكن لسه في ناس بتكتب إعلانات وبتنزل إعلانات يعني كوميديه جدا، لما تلاقي واحد عامل يقول لك الزعيم الروحاني بيعالج الصرع. الزعيم فين والروحاني فين يا عم؟ طلعت روحك، الله يخرب بيت العالم. خليكم دايما مع الناس الحلوه. بص على شكل وشك تحس ان في ريفرس سمايل لاين. يعني ايه ريفرس سمايل لاين؟ يعني شكل الابتسامه معكوس. تبص على الاسنان، الاسنان كلها كامله، مفيش حاجه ناقصه. مجال تجميل الاسنان واخد حيز من الانفاق اكتر من اقسام علاج الجذور وعلاج اللثه والجيوب الانفيه ومشاكلها. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. طالما فقدت سنه منذ فتره طويله او اعادت هذا المنطقه الى الحياه مره اخرى الامر مستحيل. فوجئت عملنا له اشعه مقطعيه عنده اوتوجينيك كراتوسيست كيس دهني. تلتين السن العلوي في الاسنان الاماميه مفقود نتيجه الطحن والتآكل. تبتدي انك تريكونستراكت او تعيد بناء الاسنان كلها. المنظومه الطبيه التي فرضت عليها طريقه التجميل متهمه امجانيا امريكا. الدكاتره كتير في اول حياتهم ما عندوش الجراءه ان يقول المريض ده ما ينفعش. قلت لهم انا لو ما قدرتش اقدم حاجه جديده مش هطلع على الشاشه تاني. نصيحه لكل المتجوزين، ما تتخانقش مع مراتك اصلها محميه بهرمون الانوثه. ما تتخانقش معاها الا بعد المينوبوز، بعد سن الياس. استنى لغايه لما توصل هي لسن الياس وتخانق معاها، لان هي لو اتخانقت معاك هي فرص اصابتها بذبحه صدريه واحد على سبعه منك، يعني انت يجيلك سبع مرات ذبحه صدريه وهي يجيلها مره.
بعد سامي الياس متقاربين. وبرضو عندها الدهون الضاره قليله في ستات اكتر من رجاله. فاستنى لما الدهون الضاره عندها ترتفع، يجيب لها تلوث كبدي ولا حاجه، الدهون الضاره ترتفع عندها، او جيب لها انت بالهرسه في الكبد، خدها في نزهه ليليه نيليه، خدها في النيل والنيل فيه بالهرسه، روح رش.